الله الحموي الناطق باسم شبكة شام من ريف حماه، تفضل أخي أبو عبد الله. نعم أستاذ، وقد أعلن الجيش الحر عن استشهاد البطل عبد المنعم الحاج محمد قائد كتيبة مصطفى خيرو، بالإضافة إلى عدد من الشهداء الآخرين الذين لم يستطع أي أحد حتى هذه اللحظة تأكيد أسمائهم. تعرضت من طامنة مساء أمس إلى قصف مدفعي وكذلك إلى قصف بالرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى تهدم 7 منازل بشكل جزئي ومنزل بشكل كامل تقريبا، وإصابة 3 أطفال و5 سيدات ورجل واحد، وهذه الحرب النهائية لعملية القصف. نعم. أما مدينة التوبة تعرضت هذه القرية عفوا قرية التوبة تعرضت هذه القرية الصغيرة والقريبة من قلعة المضيق لقصف عشوائي من دبابات وراجمات الصواريخ، مع نزوح معظم الأهالي عليها أو معظم الأهالي منها. نعم. وقد أعلن كتائب الحق بريف حماة عن إسقاط طائرة ميج منذ يومين، ويوم أمس أعلنت عن إصابة طائرة وإجبارها على الهبوط بمطار حماة العسكري، ولم تردنا أنباء عن بعد هبوطها. نعم أخي أبو عبد الله، يعني هناك أنباء تتحدث عن تحرير عدة مناطق في جبل شحشبو وقلعة المضيق، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ بالضبط، وصلتنا أنباء من الجيش الحر عن تحرير بعض المناطق هناك، ولم تردنا أنباء دقيقة بشكل كامل عن تحرير بعض المناطق. وردني خبر عاجل الآن من مدينة طيبة الإمام، اطلاق نار باتجاه المدينة وقصف عشوائي من قبل حاج الصوفي يستهدف البيوت السكنية بشكل مباشر. نعم أخي أبو عبد الله، هل لديكم أنباء عما يجري في مدينة حماة؟ يعني هناك ربما مشكلة في التواصل مع الناشطين في مدينة حماة في ظل انقطاع الاتصالات الأرضية والخلوية، هل تعرفون ما يجري في مدينة حماة؟ نعم أخي كريم، بالنسبة لمدينة حماة شهدت المدينة منذ صباح الباكر اليوم تحليقا كثيفا للقران الحربي وفتح لجدار الصوت لإرهاب الأهالي، كما قامت كتاب الأسد اليوم بالانتشار في حي سوق الشجرة، وقامت بكسر العديد من أقفال المحلات التجارية، وقامت بسرق محتويات فيها، كما سجل بعض التحركات الأمنية بين دوار الجمارك ودوار كازو وإلى المطار الحربي. وفي حي جنوب الملعب سمع دوي انفجار قوي جدا تبعه إطلاق نار كثيف، كذلك شهد حي باب قبلي وحي الحميدية اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وفي حي البياضة سمع دوي انفجار ضخم جدا غربي سكة الحديد أدى إلى تحطم زجاج المنازل والسيارات وقطع الكهرباء عن المنطقة، كما قامت قوات الأسد المتمرسة. نعم أستاذ. نعم شكرا جزيلا لك أبو عبد الله الحموي الناطق باسم شبكة شام، كنت معنا من